الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية دكتور برق عضمور معنا الآن عبر الهاتف. دكتور مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا. يعني هذه العملية عملية التوزيع، يعني تم الحديث بأنها سوف تشمل جميع المحافظات، متى من المتوقع أن يتم الانتهاء من إيصال هذه البطاقات إلى كل المنتفعين؟ مساء الخير أخي فاضل، وشكرا لكم على الاهتمام في هذا الموضوع. حقيقة سيدي، بتوجيهات من سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني باشرت وزارة التنمية الاجتماعية بتوزيع البطاقات الغذائية اعتبارا من اليوم على 30,000 أسرة ممن يمرون بظروف معيشية صعبة في مختلف مناطق المملكة. كما ذكرت أخي الفاضل، هي تستهدف أسر العاملين بالمياومة والعاملين في القطاع غير المنتظم والأسر المستفيدة من مساكن الأسر العفيفة، وكذلك بعض الأسر التي تضررت من الأزمة الأخيرة. متوقع إن شاء الله أن ننهي التوزيع يوم الخميس القادم، يعني معنا 3 أيام. باشرنا اليوم بالتوزيع يوم الثلاثاء ويوم غد ويوم بعد غد إن شاء الله. فهذه البطاقات تمكنهم من الشراء بقيمة 100 دينار من أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية في جميع مناطق المملكة. هل هناك مدة محددة لهذا الأمر لعملية الشراء؟ نعم، يستطيع الشراء على يعني على عدة مرات. البطاقات تصلح لغاية شهر 7، يعني هو غير ملزم بالشراء مرة واحدة بهذه القيمة، هي بطاقة ممغنطة تمكنه من الشراء حسب حاجته. طب التوزيع سوف يبدأ اعتبارا من اليوم وسوف ينتهي يوم الخميس كما ذكرت، على أي أساس تم توزيع مثلا خلينا نحكي 10,000 الأولى لهؤلاء الأشخاص؟ هل تم تصنيفهم من هم بحاجة أكثر ذهبتم إليه بداية؟ نعم أخي، هو 30,000 أسرة ليست 10,000. 10,000 على كل يوم تقريبا، على 10,000 على كل يوم على مستوى المملكة. نعم، تم يعني التصنيف. طبعا مديريات التنمية الاجتماعية باشرت أعمالها بالتوزيع خلال هذا اليوم من خلال مكاتبها ومن خلال نفس المديريات. إن شاء الله يعني هذه المهمة يعني هي مهمة روتينية بالنسبة لمديرياتنا، يعني في عملية توزيع المساعدات وتوزيع البطاقات. نأمل بإذن الله أن نتمكن يعني خلال 3 أيام أن نكون قد وزعنا كامل البطاقات على كامل المنتفعين. نتمنى ذلك. دكتور برق أضمور الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.